ياسر مخيف. ياسر عرفته من صوته. ياسر ياسر عامل يا نهار ياسر. ابيض ياسر رجوله. الناس غير بعض حبيبي يا اخويا. ما عرفتش برضه؟ ايه؟ ما عرفتش؟ ايه ده؟ مش ياسر؟ لا بقول لك ما الناس غير بعض. قفشه؟ لا امال مين؟ يا نهار ابيض. حسين. يا حسين والله سامعك ياسر. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا ساس. عامل ايه؟ الحمد لله. كانت شادي الاخبارك حسين. برحب بيك في اوضه اللبس وبهنيك على مستواك المباراه سموحه. اديت مباراه طيبه جدا حسين واهداف اكثر من رائعه. عملت مباراه كويسه حسين. هتقول ايه شريف وهو معانا النهارده؟ هو كان مفتقدني بس في الماتش ده. الحمد لله والله. كان طبعا طبعا والله كابتن شريف الله يقدر يريحنا كتير يا كابتن. والله وحاجات كتير والله بيعملها في الملعب يعني. حبيبي والله يعني بقول له ربنا يكرمك ان شاء الله وتاخد هداف البطوله باذن الله في كاس العرب. تستاهل كل خير وربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله. انت بتعرف تجيب جون من اقل حاجه. اه بتضيع السهل اه بس بتجيب الصعب. تعبنا معاك. بس انت كده كده فرود. اي لعيب بيضيع حسين في العالم عادي وارد. اه طبعا طبعا. انا بكره في نهائي افريقيا ضيع كره واحده في الكره في الجون والجون فاضي. حسين شريف في اوضه اللبس بقى مشاغب بيعمل مقالب والكلام ده ولا والله بص شريف شريف جدع يعني. هو بيدخل من الاوضه يقول لك السلام عليكم ويدخل على طول ملوش دعوه بينا. هو ملوش دعوه ملوش دعوه باي حد. يدخل كده على طول السلام عليكم ويدخل لكنه مثلا داخل شغل مش مثلا ملوش دعوه باي حاجه والله. يفضل بقى يهزر بقى وبتاع وكده ويفضل قاعد معانا بقى نفضل نضحك يعني قاعدين مع بعض نضحك كلنا يعني. بتعملوا فيه مقالب يا حسين؟ اه كله بيعمل مقالب في بعض يا كابتن بجد والله. ما حدش بيسيب حد في النادي. مش حد بيسيب حد في النادي يا كابتن. سحسة يعني انت موجود معايا في اوضه اللبس وعايز استغل اكيد اللي انت موجود معايا. حسين ليه دايما وانت اكتر واحد بقى ترد كلام بيبقى حوالين حسين كتير مستوى مش عارف ايه حسين لا بيرجع تاني لا مش عارف جاي له عرض في السعوديه حسين لا راح الامارات. احسم لنا القصه دي وانت معانا في اوضه اللبس يا حسين. والله يا كابتن انا زي كابتن والله بقرا الكلام ده كله. لا حد بيبعته لي يقول لي يا حسين وانت ماشي وانت اقول لهم يا جماعه والله انا ولا اعرف اي حاجه. الكلام ده بيجي لي زي زيكم. اه كان جاي لي عروض لحد من فتره بس دلوقتي انا ما اعرفش اي حاجه يعني. بس في اللي انت اصلا الفرقه اصلا ماشيه كويس وفي اللي انت اصلا احنا ماشيين اول الدوري واحنا داخلين على ماتشات كتيره وداخلين على حاجات كتيره. كل شويه يطلع بقى حسين جاي له عروض اه عايز يمشي. قفشه جاي له عروض عايز يمشي. شريف جاي له عروض عايز يمشي. الكلام ده كله طبعا موجود. اه بيبقى عندنا عروض بس احنا ما بنطلعش نتكلم. بس هو لو في حد هيتكلم من حد قريب مننا. هيتكلم مثلا من الوكيل هيتكلم من اخويا هيتكلم زي شريف برضه هيتكلم من الوكيل بتاعه هيتكلم من حد من عنده. ده اللي المفروض بيحصل يا كابتن. انت بيحصل حاجات كبيره احنا مالناش دعوه بيها بس انا بكمل. حسين خلينا احسم معاك الموضوع ده دلوقتي. في عرض سعودي؟ اه لا في طبعا يا كابتن. في عرض اماراتي؟ يا حسين انا عارف منين. إيه؟ بس انت طيب زي ما انت عارف برضه. فانا عارف خلاص انت كده انا هوقعك وانا مش هسيبك الا غير لما تقول. حسين طيب انت بتاكد اللي في عرضين في الملعب حسين بيظهر بشكل كويس. كان نزل مباراه المحله وقت صغير جدا. انا بقول حتى لو 10 دقائق في وضع معين ما يخلكش تبدع فيه. الضغطه اللي كانت موجوده ثم المباراه اللي بعدها بتتالق بشكل كبير جدا وبتبتدي. ما انا السؤال هنا في ترتيبه بنشوفها هجوميه كويسه جدا لما بيكون شريف قفشه حسين. تتفق معايا ولا لا؟ طبعا يا كابتن طبعا طبعا يا كابتن. دي حاجه الناس كلها عارفاها. كام السنه اللي فاتت احنا مفتشين بيها الدوري وعاملين بيها كل حاجه كويسه الحمد لله. كلنا كنا ماشيين كويس لحد نهايه الدوري وافريقيا كل المباريات احنا كنا بنلعبها احنا الثلاثه على طول موجودين. فدي كانت مساعدانا كتير. حفظنا بعض عرفنا شريف بيتحرك ازاي قفش عارف حسين بيتحرك ازاي في الوقت اللي هيلعبها فيه. انا عارف العبها لقفش ازاي العبها لشريف ازاي. فدي حاجه مريحانا احنا خلاص اتعودنا على بعض. طريقه لعبنا خلاص حفظناها اكتر من اي حد. فدي الحمد لله كانت مساعدانا يعني. حسين عايز اعرف منك استبعادك من المنتخب وفي كاس العرب ويضم اللعيبه المحليين الموجودين عايز تقول ايه في القصه دي؟ لا والله يعني بقول طبعا ربنا يكرمهم ان شاء الله وان شاء الله يرجعوا بالبطوله يعني الحمد لله يعني. انا ما اقدرش اتكلم دي وجهه نظر الجهاز الفني والناس كلها موجوده. فدي حاجه ما اقدرش اتكلم فيها سواء انا كويس او انا وحش.
دي هم اللي بيختاروا، هم يقولوا حسين يجي او حسين ما يجيش، دي حاجه مش بتاعتي انا، بعمل اللي عليا والباقي على ربنا، وانا موجود في اي وقت ان شاء الله، واكيد هتعب اكتر واكتر، وان شاء الله ارجع تاني مع المنتخب باذن الله، وابقى موجود تاني بشكل اساسي باذن الله. حسين حد تواصل معاك من المنتخب ولا لا؟ لا لا الفترة دي لا ما حدش كلمني. موسيماني بعد المباراة السموحة الأخيرة قال لك إيه في أوضة اللبس؟ لا قال لي كويس، قال لي عملت مباراة كبيرة وعملت وقدرت تساعد الفرقة سواء بجول أو أسيست أو تسعيم، فالحمد لله قال لي زي ما أنت وكمل كويس، وأنت ما أنت كده كده أنت لعيب أساسي في الفرقة يعني. طيب آخر حاجة عايز أقولها لك لأن دي برضو مهمة جدا، موسيماني أفضل حاجة في الدنيا المدير الفني يراهن على اللاعب بتاعه. السنة طبعا اللي فاتت الناس كلها كانت بتقول حسين مش عارف ايه مستواه، في احيانا في هبوط في المستوى في بعض المباريات، وحسين بيشتغل على نفسه ثم يرجع في التوقيت ده. انا متذكر جدا موسيماني كان واقف في ظهرك بشكل قوي جدا جدا ولم يتاثر بكل الكلام اللي بيتقال. طبعا 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 حصل السنه اللي فاتت، كان هو كان مستر حسين وكان كابتن سيد او حبيب الصراحه كان بيتكلم معاه كتير، وكان كابتن سامي دايما في ظهري يقول لي هتيجي ما تقلقش، فكان دايما بصراحه كانوا على طول معايا كلهم، كلهم بيقولوا ما تقلقش ودي حاجه انت اكيد هترجع احسن من الاول، اكيد انت ساعدنا انت كده هيبقى لسه موجود، فالحمد لله يعني قدرت ان انا اشتغل على نفسي اكتر في التمرين وكنت بعمل اكتر واكتر، فالحمد لله ربنا عوضني يعني وكرمني الحمد لله. قبل ما تقفل لازم كلمه لشريف بقى ولا ايه؟ عايزين حته تقطيع كده. لا لا شريف بس اللي انا عايز اقوله له بس، لو اقول له انت بس يعني اي كره تجيلك اللي انت لازم تجيبها جون، يعني دي هتفرق معاك جدا، هتكمل على اللي انت فيه، هيزودك اكتر واكتر، سواء هيزود كل حاجه، الحاجات دي كلها بتفرق معاك. الحمد لله انت لعيب كبير، انت خدت هداف الدوري المصري السنه اللي فاتت، كنت من نجوم الدوري المصري السنه اللي فاتت، فكمل على كده، عشان كده بقول له انت اي كره بس تجيلك انت عاوز تجيبها يعني، حتى السهله. هو شريف دي مشكلته بس، هو بيضيع السهل بس هو بيجيب الصعب، بيجيب لك كور صعبه ما تجيش، مش اي لعيب يعرف يجيبها اصلا. بسم الله ما شاء الله، كمان عنده ميزه اللي هو بيلعب برجله الاثنين زي بعض، فدي حاجه مش موجوده عند لعيبه كتير في مصر يعني، فدي حاجه كويسه. وشريف كمان طور من نفسه كمان في دماغه، فيقدر دلوقتي يلعب بدماغه مع اي حد، فانا بقول له كمل على اللي انت فيه ان شاء الله، والسنه دي هتاخد هداف الدوري المصري السنه دي باذن الله ان شاء الله. ما انت ما تقوليش بيلعب برجليه الاثنين شمال زي يمين، طب وبالهيد ايه؟ ما انا بقول لك، ما انا قلت لك الهيد يا كابتن، هو اشتغل على نفسه وطور من نفسه جامد فيها جدا يا كابتن. لا دي طور من نفسه جامد فيها يا كابتن شريف، ما كانش كده خالص يعني بصراحه، كل يوم بعد التمرين كل يوم بيتمرن، هو كابتن سامي بيمرنه عليها بصراحه، فبيطور من نفسه جامد جدا جدا كل يوم فيها بصراحه. حسين الشحات نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي بشكرك.